سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا شكرا أحبائي، شكرا ولاية الأغواط دائرة حسي الرمل، ولكن المدينة الجديدة بالليل. شكرا شكرا. عمو يزيد كان متشوق جدا 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 باش يجي يحضر معكم هنا في هذه المدينة الجميلة وهذه الناحية المضيافة الجميلة كذلك. شكرا 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 شكرا. هذا الحفل الرائع تحت إشراف السيد والي ولاية الأغواط من تنظيم قطاع الثقافة بولاية الأغواط برعاية مجمع الشروق شركة رامي وشركة شيبس مهبول، حبينا نحضر معكم اليوم في هذا الحفل الترفيهي التربوي. أكون فرحانين لكم هنا. عمو يزيد أسعد أسعد أسعد. واش رأيكم يا أحبائي؟ شكون يقدر يقول لي بماذا ترقى الأمم؟ الأمم ترقى بماذا؟ يجي عندك عمو يزيد. اسمك قلتي؟ مخلوف بندينة. تقرأ مليح مخلوف؟ إي. تقرأ شوية ولا تقرأ مليح؟ شوي 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 شوي. كيفاش تقرأ شوي شوي؟ لازم تقرأ مليح. واش مسانة درس وليدي؟ أولى متوسط. أولى متوسط. بماذا ترقى الأمم؟ بالعلم. بالعلم. برافو برافو مخلوف، برافو 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 برافو. الأمم ترقى بالعلم. تعال تعال مخلوف، تعال، مازال ما كملناش. تعال وليدي مخلوف، عاود قول لهم بماذا ترقى الأمم؟ بالعلم. قالها وهو متحمس. برافو برافو. بالعلم ترقى الأمم. وقتاش يوم العلم في الجزائر؟ مش عارف. ماكش عارفة؟ وقتاش يوم العلم؟ تفكر تفكر. وقتاش يحتفلوا بيوم العلم؟ وقتاش؟ 16 أفريل. 16 أفريل نسبة لمن؟ عبد الحميد بن باديس. شكون؟ عبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس. وهذاك اليوم يرمز لوفاته ولا لميلاده؟ لوفاته. وفاته
إذا رحم الله العلامة عبد الحميد بن باديس اللي توفي يوم 16 أفريل. أعطيه الهدية تاع مخلوف، أعطيه الهدية تاع، نعطوك هدية، نعطوك هدية، أعطيه الهدية تاعو. إذا مخلوف رامي راعي برنامج مع أمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية، ولكن المرة الجاية كي نجي ونسقسيك نقول لك تقرا مليح راح تقول لي نعم وراح تدير نتائج أحسن. هذا وعد مثابرة؟ وعد. هذا وعد. برافو برافو، العفو العفو العفو، برافو برافو. أحبائي اللي عندهم الكتب، ما دام تكلمنا على العلم وتكلمنا على الجد على العلم والجد، واش رايكم نروحوا نغنوا أغنية؟ أنا نحب أغنية الجد. يا أحبائي الجد مهم جدا. إذن يا ابني شمر للجد، صفحة 20، فالجد عنوان المجد. يلا أحبائي يلا معايا كامل. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، والعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات، من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. برافو برافو، فالدنيا ميدان الكد. يا احبائي الدنيا ميدان الكد. احبائي تحبوا المدرسه؟ نحن على أبواب العطلة، تحبوا العطلة كذلك؟ والامتحانات راكم خدمتوا مليح في الامتحانات، برافو، على بالي شاطرين على بالي. واش رايكم نروحوا نغنوا أغنية قلمي؟ قلمي تحبوها؟ قلمي صغير الحجم، أي صفحة قلمي؟ قلمي أي صفحة؟ أربعة، صفحة أربعة، يلا اللي عندهم الكتب صفحة أربعة. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك
قلمي. تغنوا معايا قلمي. يلا قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلبي. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلبي. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحي. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلبي. شكرا شكرا يا أطفال. تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن عمو يزيد جاب لكم اليوم هدية. معكم عمو مراد اللي جانا. عمو مراد في ألعاب الخفة. Thank you.
أحبائي نغنوا أغنية حينا حينا. أي صفحة؟ حينا صفحة 18. يلا صفحة 18 نغنوا مع بعض حينا. صفحة 18 في حينا مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير وبئام. تغنوا معايا يلا حينا. في حينا مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. في حينا مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. الشجر وبين الدور أتراقص مثل العصفور، ألقي الفرح وألقي النور، ألعب مع أطفال الحي. تحت الشجر وبين الدور أتراقص مثل العصفور، ألقي الفرح وألقي النور، ألعب مع أطفال الحي. في حينا مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. في الحي أحيا بأمان، أركض ألعب باطمئنان، أتسلق شجر البستان وأغني أنغاما عذبة. في الحي أحيا بأمان، أركض ألعب باطمئنان، أتسلق شجر البستان وأغني أنغاما عذبة. في حينا مع الصباح يملأ يومي بالأفراح، فيه حب وسلام، فيه خير ووئام. حينا للناس سرور، زهو يملأه وحبور، فيه أطيار وزهور، بارك يا ربي في الحي. حينا للناس سرور، زهو يملأه وحبور، فيه أطيار وزهور، بارك يا ربي في الحي. شكرا 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 شكرا. برافو برافو أحبائي. جمال الحي مهم جدا، الإنسان لازم يحافظ على نظافة المحيط ونظافة الحي. يا أخي أحبائي، واش رأيكم نغنوا أغنية صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. تغنوا معايا. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. تغنوا معايا صباح الخير مدرستي. يلا لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية،
أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هنية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا نذب عليك الماء، شرقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، شرقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، شرقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. برافو 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 أحبائي، برافو. واش رأيكم؟ كاين صفة عمو يزيد ما يحبهاش كاع، هي الكذب يا أحبائي. الصدق، أغنية الكذب هذه تتغنى بالصفات الحسنة. الصدق من حسن الخلق، الإنسان لازم يكون صادق القول. يا أحبائي، لما تدير أي حاجة وتحب تخبيها لازم تواجه، لازم ما تكذبش، يجب الصدق، أصدق القول. إذن في هذه الأغنية عمو يزيد يقول: إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب، فاصدق دوما في القول، فالصدق من حسن الخلق. يلا كمل معايا: إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب. إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب، إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب، فاصدق دوما في القول، فالصدق من حسن الأدب، فاصدق دوما في القول، فالصدق من حسن الأدب. حسن الخلق وقل الحق مهما يصير، كن دوما حسن الخلق وقل الحق مهما يصير، فإن صمت لسانك بالصدق تلقى الحب مع التقدير، فإن صمت لسانك بالصدق تلقى الحب مع التقدير. هي 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 هي. لا 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 ل
الرفقاء فالكذبة تبقى بهتان سواء مسح مع الرفقاء فالكذبة تبقى بهتان حتى وإن كانت بيضاء فليس للكذب ألوان حتى وإن كانت بيضاء فليس للكذب ألوان علمنا الدين يا إخوان في الكتاب والسنة علمنا الدين يا إخوان في الكتاب والسنة للكذب نار وخسران والصدق طريق الجنة للكذب نار وخسران والصدق طريق الجنة أوصيك يا طفلي إياك والكذب إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب شكرا شكرا سواء مزح مع الرفقاء فالكذبة تبقى بهتان حتى وإن كانت بيضاء فليس للكذب ألوان أحبائي الكذب يبقى كذب ما كانش كذبة بيضاء وكذبة سوداء ولا رمادية الكذب ليس له ألوان أحبائي تعرفوا الأغنية تاع الواجبات اللي ما يديرش الواجبات تاوعو ويلاتي يا ويلاتي لم أقم ب تعالي يا حفظتها تعالي 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 واسمك بركان واسمك بركان تغني معايا الأغنية ويلاتي غني معايا ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلماتي ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي بأشد العقابي يلا بقي معنا باش تغني مع أمو يزيد يلا تغنوا كامل معايا ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقابي بأشد العقاب ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب Oh, oh, oh.
معرفتي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد في طريق ولا طريق سلامة ونشكر عمو يزيد نشكرك على هذه الحفلة عمو يزيد ونحبك كتير كتير شكرا عمو يزيد على هذه الحفله اللي فرحتنا وفرحت الاخ شكرا عمو يزيد فرحتنا كثير 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 نشكر عمو يزيد لانه فرحنا اولادنا في مدينه بليل نشكره على الحفل على الاغاني على النصائح نشكر القائمين على الحفل هذا ومرحبا بكم في اي وقت مدينه بليل راها فرحانه بكم وتتمنى لكم مسيرة جميلة وربي يعاونكم نشكر عمو يزيد راه فرحنا اليوم وزهانا شكرا لعمو يزيد والطاقم تاعو وشرفنا بحضوره في مدينة بليل نشكر عمو يزيد لأنه أتانا في مدرسة المنور علي بليل مع عمو يزيد نشكر عمو يزيد على حضوره مرحبا به في مدينة بليل اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر عيد ميلادك أحلى عيد تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي أجمل هدايا يهدول وهيا نصفق ونغنيل وسوف نهديك هدية عيد ميلادك هيا نصفق ونغنيل